يسعد أوقاتكم ورمضان كريم. في رمضان نركض عشان نعمل الخير، وأكيد أحياناً بنحس حالنا بنتسابق مع الزمن لنعطي أكثر. في حلقة اليوم رح نحكي عن العطاء، عن تقديمنا للغير، وقديه هذا الشعور بيزيد خلال شهر رمضان. مع لجنة حي الإرسال والمصايف تحديداً مع أسامة الطيبي وهاني شكوكاني رح نتناول موضوعنا خلال حلقتنا اليوم، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم من جديد. اهلا وسهلا. اهلا بك. كل سنه وانت سالم يا رب، رمضان كريم. وانتم سالمين وبصحه وسلام. اكيد في بدايه حديثنا حابين نتعرف عليك اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين. في البدايه اولا اشكركم على هاي الاستضافه، واهنئكم وهنئ اسره البرنامج نحن ورمضان، وأهنئ أيضا أسرة التلفزيون بأكمله، كما أزف تهنئتي إلى الأمة العربية وإلى شعبنا الفلسطيني المرابط وإلى أمتنا العربية والأمة الإسلامية، والذي أتمنى أن يستعيد مكانته ما بين الأمم. لجنة حي الإرسال أنا أعمل رئيس لجنة حي الإرسال والمصايف. لجنة حي الإرسال والمصايف، أنتم عارفين أنه حي الإرسال والمصايف هو حي كبير من أحياء رام الله، محافظة رام الله الكبيرة، يسكن فيه حوالي 20,000 نسمة، وبالتالي وهذا العدد مرشح للزيادة دائما باستمرار. هذا العدد من الناس طبعا لهم احتياجات مختلفة، هذه الاحتياجات تزايدت باستمرار، فمجموعة من أهل الحي، وهذا الحي يعني يتصف بأنه زاخر بالنخبة على مستوى كل الأصعدة، فمجموعة من الأشخاص جلسوا وقالوا تدارسوا ما العمل كي نخدم هذا الحي ونخدم من فيه. بعد اجتماعات هاي توصلوا إلى إنشاء لجنة، فدعوا إلى اجتماع موسع، حضروا حوالي 60-65 من النخبة من هذا الاجتماع في 4-12-2012، وانتخبوا لجنة من 15 عضو، سموها لجنة حي الإرسال والمصايف، أوكلوا إلها دراسة واقتراح كل ما يعود بالفائدة على الأرض وعلى الناس اللي هي فوقها. ففي اجتماع، في اللجنة قامت في أول اجتماع إلها بثلاث أمور. الأمر الأول انتخاب رئيس ونائب رئيس إلها. الأمر الثاني حددت قواعد لعملها، كيف هتعمل القواعد هاي، في أربع أشياء. أولاً هي لجنة مستقلة غير تابعة لا لتنظيم ولا لحزب ولا لمؤسسة قطاع عام أو قطاع خاص، هي تنتمي فقط لحي الإرسال والمصايف. اثنين، هذه اللجنة العضوية فيها هي اختيارية وبدون أجر. ثلاثة، لا تفرق اللجنة بين أهالي الحي، سواء على الانتماء الفصائلي أو العائلي أو الحزبي أو الموقع، جميع الناس في هذا الحي متساويين بالنسبة للجنة. الرابع والمهم إنه هاي اللجنة ليست بديلة لأي مؤسسة وطنية، إنما هي مؤسسة تعين هذه المؤسسات، هذه اللجنة تعين المؤسسات الوطنية في الهدف المشترك بينهم. وأيضاً قررت في هذاك الاجتماع إنه تنمية وتشجيع العمل التطوعي في سكان الحي.
بعدها يعني حتى وطبعا حددت فيجن، رؤية عامة إلها، إحنا وين بدنا نوصل. أحصرها بثلاث كلمات: حي نظيف وجميل وآمن. كل عمل اللجنة يصب بحيث يحقق هذه الثلاث أهداف أو الثلاث كلمات. منذ البداية، منذ الاجتماع الثاني، قامت اللجنة بالشروع بالعمل التطوعي، فكنا نحدد شارع أو قطعة أرض في الحي ونعلن عنها أنه سنقوم الساعة كذا من يوم كذا في تنظيف هاي القطعة وتجميلها بالكامل، وكنا نشرك أهل الحي حتى يشعروا على أنه اللجنة منهم وأنهم بيشتغلوا لأنفسهم، يعني يريدوا أن يروا منظر جميل في هذا الحي. وانطلقت هاي الأمور. بعدها تطورت الأمور طبعا حتى يعني يشعروا الناس بأنه في شيء على الأرض تحقق. عقدنا اجتماعات مختلفة مع رؤساء البلديتين، لأنه حي الإرسال والمصايف تتقاسم المسؤولية عليه كل من بلدية رام الله وبلدية البيرة. فعقدنا اجتماعات مع رؤساء البلديات التنتين، وأنا هون بوجه تحيتي للمهندس موسى حديد والأخ عزام إسماعيل ومن قبله فوزي عابد. فكنا نقدم لهم طلباتنا مكتوبة ومشفوعة بالصور فيما بعد، ونتابع. أيضا أخذنا خطوة أنه حددنا فوكال بوينت، حددنا حلقة اتصال مع البلديتين، أعطينا بكتاب رسمي أنه فلان هو حلقة الاتصال مع بلدية رام الله وفلان هو أحد أعضاء اللجنة، طبعا حلقة الاتصال في مع بلدية البيرة. بعد تطور العمل سريعا في 2014، طبعا في هاي الفترة أيضا قمنا بعمل توعوي، لأنه قلنا على أنه أي نعم هذا الحي زاخر في النخب، لكن لابد من قيام بعمل توعوي للحي يخدم الأهداف الثلاثة لهاي. فعملنا محاضرات توعية. المحاضرة الأولى كانت أثر المخدرات المدمر على الفرد والمجتمع، وهذه من هدفها إنها تخلق مجتمع آمن خالي من المخدرات، لأن المخدرات هي عمل هادم للطاقات في المجتمع. بس خلينا نركز على هاي النقطة لأنها نقطة كتير مهمة. العمل خلال اللجنة والعمل ضمن اللجنة بيكون يعتمد على التطوع. قديه بتحس إنه التطوع مهم؟ قديش الفرق بين التطوع بالأيام العادية بيختلف عن التطوع في فترة رمضان تحديدا؟ هو الحقيقة العمل التطوعي يخدم أو هو لتحقيق هدف أساسي. أولا شعور الناس إنهم هم بيخدموا أنفسهم في المنطقة اللي بيتطوعوا فيها قبل غيرهم، واثنين إنه عملهم موجه لهدف إيجابي وليس سلبي، وبالتالي بيشعروا نتيجة عملهم باللحظة، فهذا يشجعهم أيضا على إنهم يستمروا بهذا العمل وينتقلوا من قطاع إلى قطاع ومن حجم إلى حجم في التطوع. في الحقيقة يعني إحنا بالنسبة للعمل التطوعي في الحي انطلقنا في أول سنتين، وبعدين لأنه تطور عمل اللجنة وأدخلنا في 2014 برنامج التكافل مع الأسر الفقيرة في الحي، فصار التطوع ضمن هذا البرنامج لخدمة الأسر العفيفة اللي لا تطلب ولا تحتاج، إنما يدلنا عليها الآخرين. في 2014 بدأنا ب 13 عائلة، عملنا مسح للحي
واستطعنا نصل إلى 13 عائلة فقيرة، زرناهم وتأكدنا من هذا العمل وعبينا استمارات معهم واحتفظنا بملفات لهم. من 2014 إلى الآن انتقلنا إلى 53 عائلة. من كورونا شهر 3 الماضي إلى الآن وصلنا إلى 93، لأنه كثير من العمال توقفوا عن العمل، كثير من حراس اللي بيخدموا في المدارس أو الهاي أدخلناهم، فوصل اهتمامنا في رمضان ل 93 عائلة بنخدمها. هذا طبعاً اللي بيكون فيه ناس متطوعين، وهو أكبر ما يكون في رمضان، مع أنه إحنا تطور عمل اللجنة كان في رمضان، ثم عملنا حملة الشتاء فصار في الشتاء، ثم عملنا حملة لحوم الأضاحي أيام لها. الآن عمل اللجنة من أول يوم في الشهر إلى في أول السنة إلى آخر يوم في السنة، على مدى الشهور السنة كلها. مش بس هيك، نتيجة لهذا التطوع ونتيجة لهذا الجهد اللي بذلناه، بدأ الناس يشعروا على أنه ما يقدموه سواء أفراد أو مؤسسات. وإحنا في البداية لجأنا لأهل الحي سواء من الأفراد أو المؤسسات وقدموا. هلأ كل ما قدموا أكثر كان يبين، الرسالة الأوضح والأقوى كانت هي رسالة أهل الحي لأهل الحي، يعني للأغنياء من الحي إلى الفقراء، إنه أنتم في ذاكرتنا ولن ننساكم وأنتم في رعايتنا. أسأل حضرتك عن الشعور، كيف يكون شعورك لما أنت تعطي، وكمان كيف شعور الإنسان لما يجي يشارك بعمل تطوعي؟ شعور مختلف. أولاً هذا يذكرني بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي لأقضي له حاجة خير لي من الاعتكاف في مسجدي هذا 30 يوماً. إدخال السرور على عائلة محتاجة يسوى كل ما عملته. أنا اشتغلت في 3 دول، واشتغلت مسؤول مدير عام في القطاع العام والقطاع الخاص، واشتغلت في الكويت والأردن، وهاي أرى الآن ما أقوم فيه أفضل من كل ما العمل اللي قمت فيه في السابق. هذا واحد. 2، قديش مش بس بفرحني إنما يشعرني في المسؤولية لما يجي لي واحد هيك على الصمت في المسجد أو في الشارع يقول لي إحنا بنشكركم من كل قلبنا، من العائلات اللي بنوصلها، قديش أنتوا بتدخلوا الفرح على قلوب الناس. هذا بشعرنا بالمسؤولية الأكثر، وبندعو لربنا إنه ربنا يعيننا على تقديم الأمانة هاي وإيصالها إلى أهلها. مع شعور الفرح اللي أعطيتنا إياه ووصلنا، أكيد بحب أشكرك كتير، وبتمنى إنه دائما تكونوا بصحة ويضل عطائكم. أشكركم مرة تانية، أشكر الطاقم اللي معاكي، أشكر التلفزيون على إتاحة هاي الفرصة، وأتمنى أنه هاي التجربة يتم تعميمها على كل محافظات الوطن، لأنه أهلنا بحاجة إليها. أكيد، وإحنا أكيد بنشعر أنه الجميع بحاجة إلى هذا العطاء. رح نستمر مع لجنة حي الإرسال والمصايف مع ضيفنا الجديد هاني شكوكاني. خليكم معنا. هاني أهلا وسهلا فيك، أكيد رمضان كريم وكل سنة وأنت سالم يا رب. سالم. هاني، أول إشي نتعرف عليك إذا سمحت. أنا اسمي هاني شكوكاني من حي الإرسال والمصايف. حابين نعرف أكثر عن الجزء العملي، يعني إحنا بنعرف قديش فيها عمل، وعمل التطوعي قديه بيحتاج جهد، احكي لنا أكثر عن هذا الجهد. إحنا أول شيء أعطيكم العافية، أول شيء وكل عام بخير. إحنا في لجنة حي الإرسال والمصايف عندنا برنامج اسمه برنامج العمل التطوعي في رمضان وغير رمضان، يعني في كل طول السنة. إحنا طبعاً بنجمع هذه المواد الغذائية في عندنا في مكتب حي الإرسال والمصايف، وبنحط لكل عائلة طبعاً شو هو الاحتياجات اللي بتكون موجودة، هي من تموين، من لحوم، من دجاج، من أسماك، اللي بتكون متوفرة بنوزعها
في الأيام المناسبة بتكون لها يعني قبل رمضان وفي نص رمضان وفي آخر رمضان. خلال حديثنا مع السيد أسامة كان يحكي لنا أنه أنتم بتدرسوا الحالات، قد ايه فعلاً دراسة الحالات سهل عليكم عملكم التطوع؟ طبعاً هذه هي الحالات، هي الحالات اللي احنا بنحكي لها حالات الناس المحتاجين، يعني ندرسها ونشوف الحالات، هي الحالات اللي مش بنحكي الأفكار، بنحكي الحالات اللي هي المحتاجة، الناس هذه المحتاجين بندرس الحالة، الحالة الاجتماعية، الوضع المالي، وطبعا كل عيلة بنعطيها حسب شو بتطلب إلها، حسب شو وضعها الاجتماعي. هلا احنا للاسف رمضان اللي احنا هلا فيه ورمضان الماضي كانوا رمضانين صعبين، يمكن اصعب من قبل بسبب جائحه كورونا. قد ايه فعلا بتحس خلال عملك من اول الجائحه لهلا زادت الحالات، زاد الاحتياج، زاد الطلب؟ يمكن طبعا هي في كورونا زادت الحالات، لانه معظم العمال الموجودين في المطاعم، في العمال اللي كانوا يشتغلوا باسرائيل والناس اللي يشتغلوا في المحلات كلها وقفت، كان بعدين حاليا بتشتغل نص 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 عمل، يعني بعدين ما بتاخذ اجره كامله في 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 عملها، ومعظمهم ما بيشتغلوا نهائيا. واحنا طبعا معظم هذه العائلات من العمال وغير العمال والناس المحتاجين، احنا بنقوم حسب الحاجه الموجوده عندنا، بنقدم شو الموجود عندنا لهذه العائله. خلال النشاطات في شهر رمضان يمكن بتلاحظوا انه في اول رمضان يمكن بيجيكم طلبات اكثر على الاكل او اعطاء اكثر، يمكن بيعطوكم الناس اكل، احكي رتب لنا كيف بيكون، امتى بتكون المبادرات، امتى بتزيد؟ احنا بنقوم في بنسوي في بروشور، يعني في زي نشره بنوديها للمؤسسات، للاشخاص، للناس اللي هم يعتمدين ان هم هذول من داخل الحي او خارج الحي، بنعمل هذه النشره ونوزع لهم اياها، ومنجمع كليته في أول 10 أيام في رمضان، منجمع أول دفعة هي الاحتياجات اللي بيكون في رمضان، بنقوم بتوزيعها حسب هي العائلات الموجودة عندنا، بترتيب العائلات في أرقام، عندنا أرقام العائلات من رقم 1 لرقم 5، كل عائلة حسب احتياجها، وكل مثلا البوكج اللي بنعطيه هي الطرد الغذائي، كان أكبر أو أصغر بس بنعطيهم بعدل، وبكون عشان يكفيهم لشهر رمضان. جميل. احنا مثلا زي اليوم كان عندكم كميه كثير كبيره من الاواعي، كيف تم تقسيم هاي؟ اولا هذه بنشكر اول شيء مؤسسه الشهيد زياد ابو عين، هذه قدمتها بالتعاون مع لجنه حي الاساءه والمصايف، نقدمها للمخيمات الموجوده في 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 رام الله، مخيم الجلزون، مخيم الامعري، قدوره، في البيره، في رام الله، الشرفه، ام الشرايط، المناطق القريبه على مدينه رام الله، نوزعهم طبعا بالتساوي، كل واحد شو بيطلع هون حسب التقسيم، بنطلع لهم 8 مناطق هذول، نوزع لهم اياهم بالتعاون مع مؤسسة زياد ابو عين. في عندنا كمان حليب للاطفال، بنوزع لكل عيله علبتين او 3 علب. يعني التنوع في العطاء اللي بيعطوكم اياهم سواء كان مادي او يمكن ملابس، جاكيتات، الحليب، قد ايه هذا الشيء بيفرق معكم؟ بتلاقوا دائما في حاجه؟ طبعا بالشيك احنا برضو كمان كل هذا اللي انت بتحكي فيه، الملابس والحليب والتموين والدجاج والسمك، وبيجينا كمان شغلات غير هيك، بيجينا ثلاجات، كنبيات، غسالات، سجاد، كل ما يحتاج الناس اللي عندهم ما بدهم اياه بكون بحاله جيده، او ما بكون احنا بنظبطه وبنوزعه للعائلات برضو كمان بعداله، وبكون بطريقه محترمه جدا وتحفظ كرامه هذه الناس. جميل. إذا بدنا نيجي نحكي عن كرامة الناس، وكمان قبل شوي كنا نحكي مع السيد أسامة كان يحكي المتعففين، قد ايه هاي الفئة كان صعب الوصول إلها؟ والله إحنا بنتعامل مع هذه الفئة من سنة الـ 99، فإحنا تعاملنا فيها بطريقة بدون اللجنة، بعدين شكلنا هذه اللجنة وتطورنا أكبر، هذه اللجنة طبعاً تعطي طابع للناس بكل أريحية، مش هون داخل الحي وخارج الحي، بيجونا ناس من جميع الفئات اللي نقدر يوصلونا، نقدم لها بالطريقة اللي إحنا بنكون مبسوطين فيها. في عنا أسماء داخل الحي وأسماء خارج الحي من المخيمات، كل عائلة موجود إلها ملف خاص موجود عنا باحتياجاتهم، المرضى، الناس اللي بياخذوا مثلاً أدوية، وسوينا أكثر من حملة يوم طبي مجاني في داخل الحي، وزعنا أدوية، جبنا من شركات الدواء، وقدمنا كثير لهذا الحي يعني وغير الحي. غير الحي، هاي نقطة كتير مهم، إنه أنتوا عم بتحيطوا الحي اللي أنتوا فيه وعم بتحاولوا تعطوا الفائض تعطوه للناس اللي برا الحي. قد ايه مفهوم العطاء عندك بيعطيك شعور بالراحة؟ إذا أنا ما اشتغلتش في هذا الشغل بكون في شيء ثاني عن جد، يعني إلي شعور مش طبيعي عن جد في هذا الشغل، يعني بكون يعني روحي في هذا الإشي.
يعني بالذات العمل التطوعي عندي يعني تعطاء 48 مش 24، 48 ساعة لهذا الشيء. شعورك بالعطاء بنعكس على الناس اللي حواليك؟ طبعا كثير كثير كثير. جميل، قد ايه بتحس انه شباب صار عندهم قابلية لهذا العطاء او قدرت انا لا والله انا لازم نحط انه من برنامجكم لازم نطلع ان هون نحكي للشباب انه لازم نحس العمل التطوعي، هذا العمل التطوعي هو اساس هذه الحياة، انه لازم نكون كلنا متطوعين متساعدين، يكون ايد واحدة عشان نعطي للناس اللي لازم نعطيها. دائما في رمضان بتحس انه الناس تتسابق على عمل الخير، هل بتحس التطوع كمان جزء من هذا التسابق؟ طبعا في رمضان هو عمل الخير. يعني احنا عن جد في رمضان مش لازم نضيع ولا ثانية ولا دقيقة ولا اي شيء، 30 يوم لازم يكون 30 سنة عشان نعطي وناخذ هذا الاجر بكل شيء. قديش مفهوم العطاء عند الشباب بحاجة إلى عناية خاصة؟ كيف نوجه شبابنا خصوصاً مع جائحة كورونا وقعدتهم في البيت؟ كيف ممكن نشجعهم أكثر على العمل والتطوع؟ إحنا لازم يعني إحنا سوينا برنامج في لجنة حي الإرسال والمصايف زي إشي زي بروشور صغير حث الشباب لرجوع للعمل التطوعي والعمل الإنساني يعني هذه بلدنا، ولازم احنا برضه نكون كليتنا ايد واحده في عمل خير. يعني رمضان يعني كان يجمعنا في عمل الخير، يعني جميعا مش احنا، جميع الاحياء الخارجيه في الناس اللي كليتنا مسين نتسابق كيف احنا مين الاكثر يسوي. احنا هون في جائحه كورونا سوينا شغلات يعني ما كناش متوقعين الناس وهي في جائحه كورونا تعطينا هذا العطاء، اعطتنا شيء ما كنا متوقعينه، اخذنا شيء كبير، سوينا إشي كبير من داخل هذا الحي. مزبوط إحنا عندنا غرفة واحدة بس إحنا عملنا إشي كبير وساعدنا بكميات كبيرة لداخل الحينا، ويعني الأحياء الثانية كانت كل واحد إله في حيه متطوعين في أحيائهم. الناس بتحب هذا العمل، يعني ننطلق في عام في رمضان بالعكس إحنا انطلقنا في جميع السنة كانت عندنا زي شهر رمضان، كل شهر عندنا زي شهر رمضان كله خير، يعني كل شهر عندنا عمل تطوع جديد، يوم بنسوي ملابس، يوم بنجيب مثلا أحذية، يوم بنجيب مثلا لحوم دجاج أسماك، كل شهر عندنا إشي. يعني ما بدناش نخلي السنة تضيع هيك، احنا عملنا يعني على 12 شهر هم هدول 12 فئة نسوي فيها العمل التطوعي. كل سنة وانت سالم يا رب هاني، وشكرا كثير على وجودك. الله يخليك، شكرا. أكيد العمل التطوعي بيعطي راحة نفسية خصوصاً في شهر رمضان، أكيد إقبالنا على الخير بيزيد. انتظرونا في حلقة جديدة.